في لحظة انقلاب ميزان القوى في الكونغرس ولمواجهة زخم الديمقراطيين، ماثيو ويتكر وزيرا مكلفا بالعدل، ترامب أقال وزير العدل جيف سيشنز وعين مكانه أحد أوفى الأوفياء له في المنصب الحساس. ويتكر محام محنك ومعارض شرس للجنة التحقيق الخاصة بتدخل الروسي المفترض. الديمقراطيون يدافعون عن التحقيق الذي يقوده روبرت ميلر، فالديمقراطيون اليوم يسيطرون على مجلس النواب، والتحقيق سيف مسلط على خصمهم في البيت الأبيض. بالتالي ترامب في حاجة إلى مواجهة أقوى، فاختار ويتكر للمعركة. ويتكر سبق أن قال عن تحقيق ميلر إنه ذهب بعيدا واقترب بشكل خطير من اجتياز خط أحمر. وفي مناسبة ثانية قال ويتكر إن تحقيق ميلر بمثابة عصابة سحر. كمعلق سياسي دعا إلى التفكير في احتمالات لوقف ذلك التحقيق، واليوم كوزير للعدل سيشرف عليه مباشرة.